طيب يعني يعني معذرة يعني أود أن أركز على نقطة محددة وهي ما تفضلتم به فضيلتكم منذ ثوان، وهي الاعتراض على القضاء والقدر. نعم نعم نعم. يعني كلنا مبتلى وكلنا يمرض وكلنا يفقر وكلنا تعتريه ظروف قاسية في هذه الحياة الدنيا. وربما يلحظ الإنسان شماتة في نظر الآخرين. نعم. هكذا ضيق عليه رزقه، هكذا يعامله الرؤساء، هكذا هو مبتلى، هكذا هو كذا هو كذا. ماذا يصنع هذا الشخص إذا أراد أن يكون مؤدبا مع الله تبارك وتعالى؟ أولا عندما يرى الابتلاء قادما يقول مرحبا بشعار الصالحين. الله أكبر. إذن هو سوف يحمل راية من رايات الصالحين في الابتلاء، لأن الابتلاء ميراث النبوة، فمن قل حظه من الابتلاء قل حظه من ميراث النبوة. الله الله. ولذلك قال يعني علماء هو دخل على الدرب، يعني طالما أنه يعني سبحان الله بدأ الابتلاء يأتي إليه فليعلم أمورا خمسة. طيب. أنه صار في معية الله. الله أكبر. وأن هذا الابتلاء ليس أكبر من ذلك. بمعنى أن أصبت في مسألة رزقي لكن صحتي ما زالت موجودة. طيب. أصبت في الصحة ما زال عملي موجودة. نعم. أصبت في العمل ما زال أبنائي يدورون من حولي، ما زال الأمن يراعيني بالحالة الأمنية التي تحيط من أمس آمنا في سرب معافى في بدن، ما زلت أتنفس، ما زالت عيني ترى. ذلك لما قطعت رجله عروة رضي الله عنه وقال بكى، قالوا أتبكي من قضاء الله يا عروة؟ قال لا والله ما أبكي لقطع قدمي، ولكن يعلم الله أنها ما سارت إلا لتعمير بيوت الله والإنفاق على اليتامى والمحتاجين، لكن يا رب إن كنت قد أخذت القليل فقد أبقيت الكثير فكيف أشكرك. يا الله. إذن هو الله. قطعت رجلك ما زالت هناك رجل أخرى، ما زال يدان وما زالت سبحان. ثم أن الابتلاء ليس في الدين، الابتلاء الذي لا عوض له أن يكون في الدين، لكن الابتلاء الدنيا عارية مسترجعة، بمعنى أن يعني صحة تذهب وتجيء، مال يذهب ويجيء، سبحان الله. يعني الحسن البصري يقول والله لقد ظلمنا أهل الدنيا، فنظر الحسن البصري لا يملك شيء من حطام الدنيا، أنت تظلم أهل الدنيا كيف يعني؟ قال أكلوا فأكلنا. صحيح قد يكونوا أكلوا أشياء قبل، لكن بعد أن تشبع البطن انتهى. أكل خبز حافق زي ما أكل يعني أطيب من عند الحاتي. أكلوا فأكلنا، وشربوا فشربنا، ولبسوا فلبسنا، ولكنهم من الغد قلقون، في حالة قلق على طرف، ونحن في رحمة الله مطمئنون. يا سلام. إذن هذا الذي يرى الابتلاء عندما يرى الابتلاء يفرح. قال علماؤنا إذا مر عليك 40 يوما، مرت 40 يوم لم تبتلى، راجع حساباتك مع الله. الله أكبر. طبعا يبقى في خلل، في خلل سبحان الله. خلل. نعم نعم نعم. يفضل الإنسان يصر ويسعد بالابتلاء يعني. المرأة سبحان الله ليس مؤمن. اسمع هذه وليسمع إخواننا أخواتنا المشاهدين لكي يكون مدرسة رمضان مدرسة في نتيجة طيبة إن شاء الله. نعم. إن شاء الله. ليس بمؤمن مستيقن الإيمان من لم يعد البلاء نعمة والنعمة بلية. قيل كيف البلاء نعمة؟ قال لأنه بعد البلاء لا يأتي إلا الرخاء، وبعد النعمة لا تأتي إلا البلية. أنا اليوم صحيح البدن، غدا المرض وارد. الله. لكن أنا اليوم مريض، إذا أعيش على الأمل، أمل الشفاء وانتظار الفرج نوع من العبادة. الله. لما ينزل البلاء وأنا الابتلاء، لأن الابتلاء للمؤمن، البلاء للكافر. الله. البلاء يمحقه محقا، لكن الابتلاء لما ينزل الابتلاء أستشعر رحمة الله، أنا قريب من رب العباد عز وجل، حتى إن أنين المريض عند الله كزجل المسبحين. يا الله. هكذا قال لنا علماؤنا إن الملائكة لتسمع أنين المريض عندما يقول فتقع في سمع الملائكة الله الله، فيكتب ذاكرة. الله يكتب الله. يكتب ذاكرة، ورغم أنه أشكو، رغم أنه أتألم. فأبو بكر في آخر أيامه قال أنا أدعو لك الطبيب، قال لقد جاءني. قالوا ما رأينا طبيبا؟ قال لقد قال لي اني فعال لما اريد. الله الله. يروح درس في العقيده وهو يقارد الدنيا. نعم. وقال الشافعي طلبوا لي طبيب الورى، طبيب البشر يعني، وطلبت انا طبيب السماء، طبيبان ذاك ليعطي الدواء وذاك ليجعل فيه الشفاء. الله اكبر. هذا فقه ثاني اقوى اسلافنا. نعم. هذا فقه اسلافنا. نعم. هذا فقه اجدادنا الذين نعتز به. نعم. اذا اسمح لنا ان ننتقل. نعم.